اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. النهارده محاضره تمهيديه للكورس متميز في تعليم اللغه الانجليزيه، معاكم مهندس عادل روماني. رقم تليفوني مكتوب تحت عندكم هنا. لاي استفسارات، اي حد عايز يسال اي حاجه، اهلا بيكم في اي وقت اتصلوا بيا. عايز اقدم لكم الكورس ده يعتبر مقدمه للكورس برضو، رغم ان احنا النهارده هناخد شويه حاجات كده مفيده جدا، لكن ده مقدمه للكورس. عايز اقول لكم ان الكورس ده كله مجاني، كله مجاني. زي ما اتفقنا هيبقى 10 وحدات، الكورس هيبقى 10 وحدات في 30 فيديو، يعني كل وحده هتاخد 3 محاضرات او هتاخد 3 فيديوهات، فيبقى 30 فيديو. الكورس كله مجاني على اليوتيوب، وحتى المستويات اللي هنعملها بعد كده هتبقى مجانيه، يعني كل كورساتنا هتبقى مجانيه على اليوتيوب. انت كل ما عليك انك تبقى مشترك في القناه، تعمل سبسكرايب للقناه باسم ايهاب رومان، تخش القناة كده وتعمل سبسكرايب، فكل مرة هينزل فيديو هيديك إشعار إن في فيديو جديد نزل في قناة إيهاب روماني. خليك معانا واشترك معانا وشوف الكورس. ما تتخيلش كم الاستفادة اللي هتستفادها بعد ما تخلص الكورس معانا. المستويات اللي جاية كلها مجانا، مفيش ولا مستوى هنعمله بفلوس. أنا شخصيا متحمس جدا وأنا بقدم لكم الكورس دوت، وعارف إن ناس كتير بعد الكورس هتبقى مختلفة تماما في اللغة الإنجليزية. هو فعلا زي ما قلنا كورس متميز جدا في اللغة الإنجليزية، كورس بعيد كل البعد عن الحشو، وهيبقى الكلام اللي بتقدم فيه يمكن يكون كلام جديد خالص ما لقيتوش. لو انت خدت عندك خلفية وخدت كورسات قبل كده هتلاقي الكورس ده مختلف تماما عن الكورسات اللي انت خدتها، بالرغم ان انت ممكن تكون دفعت فلوس جامدة، لكن الكورس ده مهدف وهتوصل لأعلى المستويات بطريقة يعني من غير حشو. يلا بينا نبدأ الكورس. احنا قلنا الكورس 10 وحدات، كل وحدة هتتكون من 3 حلقات، وكل حلقة 3 أجزاء، يعني احنا هنشوف مع بعض 30 فيديو أو 30 حلقة، و30 حلقة دوت بيشملوا 10 وحدات، في كل حلقة هيبقى فيها أجزاء جوه الحلقة، فالأجزاء ديت في كل حلقة تقريبا 3 أجزاء. يبقى كده انت خدت مستويين ومش مستوى من الاو ليفل، يعني لما تخلص الكورس معانا هتبقى تقريبا وصلت للمستوى الثالث حسب الكورسات اللي موجوده بره، او هتبقى في حته كويسه قوي في الانجليزي، وبعد كده هيبقى في كورسات تانية تكمل معانا. خلينا نبدا مع بعض في محتويات اساسيه للكورس عايز اكلمكم عنها النهارده. اتمنى ان كل حد فيكم لو يقدر يجيب ورقه وقلم، بس اكتب الخطوط العريضه للكورس عشان انت وبتتابع معانا الكورس تبقى عارف انت بتتعلم ايه في كل حلقة. محتويات الكورس، لو انت النهاردة معاك ورقة وقلم وانت قاعد، لو بتشوف الكورس دوت وانت في الشارع ممكن بعد كده تشوفه مرة تانية، وبرضه يعني نفسي يكون معاك ورقة وقلم. اكتب بس الكورس واكتب محتوياته، وبعد كده لما توصل لأول محاضرة هتلاقي نفسك انت عارف الكورس بيدي ايه بالظبط. المحتويات الأساسية للكورس، الكورس هيبقى في حاجة اسمها قواعد النطق. قواعد النطق ديت اسمها البرونانسيشن، دي بره بيدوها كورسات متخصصة، لكن أنا قاصد وهادف إنها تكون موجودة في الكورس بتاعنا، لأن قواعد النطق هتخليني أعرف أقرأ أي كلمة في اللغة الإنجليزية، أي كلمة. لو خدت قواعد النطق معايا هتلاقي نفسك بتعرف تنطق أي كلمة في الإنجليزي. عشان كده قواعد النطق مهمة جدا، ومديها مساحة كبيرة قوي النهاردة في المقدمة عشان أفهمكم يعني إيه قواعد النطق. طبعا هي ملهاش علاقة بقواعد القواعد النحوية اللي هي الجرامر، فقواعد النطق ديت خدوا بالكم منها قوي، لسه شوية وهتكلم عنها عشان نعرف محتوياتها ايه. لكن خلينا الحاجة التانية في الكورس اسمها التحدث اللي هي السبيكينج. يبقى احنا كده هناخد قواعد النطق، التحدث، الحاجة التالتة اسمها القراءة، هنتعلم مع بعض ازاي الريدينج، القراءة بالانجليزي. بعد كده هناخد حاجة اسمها الرايتينج، الكتابة، والقواعد النحوية اللي هي الجرامر. كلنا عارفين الجرامر في المدارس، خدناها من زمان خالص، وفي المدارس بيركزوا قوي على الجرامر لدرجة ان انت ممكن تطلع حافظ القواعد النحوية ومش عارف لغة. فكده القواعد النحوية هتبقى موجودة معانا في الكورس. هيبقى معانا حاجة اسمها القاموس، وطبيعي اول ما حد بيجي يتعلم لغة اول حاجة بتيجي في باله انه يروح يشتري قاموس. انا هحط لكم قاموس جوه الكورس. القاموس دوت في كل يونت هنكون بناخد كلمات من القاموس، كلمات بشكل معين هناقشه معاكم دلوقتي.
لكن كمان هناخد حاجة اسمها الوسائط او الميديا. هنشوف فيديوهات لناس اجانب بتتكلم، هنشوف اجانب، ممكن نشوف اغاني ومسلسلات وحوارات ما بين ناس اجانب باللغة الاصلية بتاعتهم، النيتيف لانجويج او اللغة الاصلية اللي بيتكلموها، ونشوفها ونعلق عليها مع بعض ونخليها سهلة جدا. فانت هتشوف الاجانب وهما بيتكلموا، وهنفهم مع بعض ايه الكلام اللي هم قالوه. يبقى محتويات الاساسية للكورس بتاعتنا زي ما هي واضحة امام حضراتكم: قواعد النطق، التحدث، القراءة، الكتابة، القواعد النحوية، القاموس، الوسائط. لو جبت ورقة وقلم، جهزت معايا ورقة وقلم، اتمنى انه يكون معاك الورقة والقلم دلوقتي. اكتب محتويات الاساسية للكورس اللي انت هتتعلمه. انا نفسي نتعلم الكورس دوت. بعد ما هتعلم الكورس هتلاقي نفسك مختلف في اللغة الانجليزية، وتعلمت حاجات كتيرة قوي. انا براعي الحاجات النفسية، براعي الحاجات التعليمية للكورس، وبراعي جدا ان انت في الاخر تحصل على معلومات من خلال الكورس. خلينا نناقش مع بعض واحدة واحدة من ال7 حاجات الأساسية. احنا قلنا اليونت بتاعنا، كل يونت هيشمل 3 محاضرات او 3 فيديوهات، فال3 فيديوهات هيبقى فيهم ال7 حاجات دولت. اذا في كل يونت هناخد قواعد نطق وتحدث وقراءة وكتابة وقواعد نحوية وقاموس ووسائط في كل يونت. يبقى انت مع اول 3 محاضرات لما اليونت الاولاني يخلص هتلاقي نفسك خدت كل الفروع ديت وانت بتتعلم. دي بيسموها فروع اللغة الانجليزية، branches of the English language. نناقش مع بعض اول حاجة فيها اللي هي قواعد النطق. اسمها بالانجليزي pronunciation. pronunciation انا بقولها بس مؤقتا، ما تحفظهاش دلوقتي، الكلمة دي صعبة. خليك معايا في كلمة قواعد النطق. قواعد النطق اللي انا قلت لكم مهمة جدا، وعايز افهمكم يعني ايه قواعد النطق. قواعد النطق، احنا كلنا عارفين ان اللغة الانجليزية بتتكون من 26 حرف، الالفابيتك اللي هي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دي ال26 حرف، ومنهم 5 حروف مهمين جدا جدا جدا. ال5 حروف دولت هما اللي هيعلموا لساني ينطق باللغة الإنجليزية. الحروف دي اسمها الحروف المتحركة. إذا هنتكلم عن الفاولز، الفاولز اللي هي الحروف المتحركة. كمان في تركيبات للحروف بتيجي مع بعض، تركيبات حروف. ألاقي حرف الإس وراء إتش يتنطق شين، فكلمة شوب ألاقي إس إتش أولها إس إتش، دي اسمها تركيبات الحروف. برضو ناس كتير قوي عشان تتعلم القراية لازم أعرف لو جم حرفين مع بعض بيتنطقوا نطق مختلف أنطقهم إزاي، ده هناخدها اسمها تركيبات الحروف. كل دوت جوه البرونانسيشن او جوه قواعد النطق. حاجه ثالثه، الحروف السايلنت، الحروف التي لا تقرا. بنلاقي في الانجليش بنلاقي كلمه ففيها حرف، كلنا نعرف مثلا كلمه نايف، كلمه نايف يعني سكينه، اولها حرف كي مش ان. ففي حروف كده في الانجليش بنسميها الحروف السايلنت، فدي برضو هنتعلمها في قواعد النطق. برونانسيشن اللي هي قواعد النطق مش هنلاقيها في كورسات كتير قوي بره. وفي نفس الوقت لما الناس بتاخد برونانسيشن بتاخدها في كورسات متقدمة، لكن انا قاصد احطها في الاول بسهولة قوي عشان نتعلم كل الحاجات اللي قدامنا دي. فهنشوف مع بعض الحروف المتحركة ازاي بتفرق في نطقي وقرايتي للكلمات. الحروف المتحركة اللي هي اسمها الفاولز، فاولز هم 5 حروف نتعلمهم مع بعض. حرف الايه والاي وحرف الاي وحرف الاو وحرف اليو. بالمناسبة الحروف ديت موجودة في كل اللغات، لأن الحروف ديت هي حروف التشكيل، أو حروف اللي هي زي في العربي، في اللغة العربية الواو والياء والألف أو الفتحة والضمة والكسرة. فالحروف ديت هي اللي بقدر أقرأ بيها أي كلمة. مفيش كلمة في اللغة الإنجليزية لا تحتوي على حرف من الحروف المتحركة. يعني طلع قاموس كده، بص في كل كلمات الإنجليزي، يعني أصغر كلمة في الدنيا لازم يبقى فيها حرف من ال5 دول. إذا كل كلمة في الإنجليزية على الأقل لازم يبقى فيها حرف من الحروف المتحركة، وطبعا ممكن يبقى فيها حرفين فتبقى الكلمة بتتكون من مقطعين، أو فيها 3 حروف فالكلمة تتكون من 3 مقاطع. إذا الحروف المتحركة هي حروف مهمة جدا جدا عشان تعلمني النطق في اللغة الإنجليزية. مثلا حرف الإيه، حرف الإيه بيتنطق بـ4 طرق. يعني حرف الإيه اللي هو في اللغة الإنجليزية
ممكن يتنطق بأربع طرق. هنشوف أمثلة ليهم، وإن كانت دي مجرد أمثلة بس فقط، لكن هتتناقش مع الكورس. يعني اللي احنا كاتبينه النهاردة ده مجرد بس تقديم للكورس، لكن كل الحاجات ديت هندرسها بالتفصيل وهنحفظها مع بعض وهناخدها واحدة واحدة. نبدأ بحرف الإيه كده في الفاولز، في الحروف المتحركة. حرف الإيه ممكن يتنطق زي كلمة مان، مان يعني رجل، مان. لو خدنا بالنا من حرف الإيه بس بتنطق آه، فالكلمة مان مان. في زيها كلمة تانية اسمها فات، فات يعني تخين ثمين يعني، فات فات. لغاية دلوقتي أنا بقرأ حرف الإيه آه. طب وكلمة اللي تحتها دام، دام دام يعني سد. لما أقول لي هاي دام، ذا هاي دام يعني السد العالي، دام يعني سد. والكلمة الرابعة كلمة كان، كان يعني يستطيع، أو يعني علبة زي الكنز بتاعت البيبس. البيبس اسمها كان. لما أجي أشتري من راجل كان بيبس، ما إحنا بنقوله هنا في مصر بنقوله كنز، عايز كنز، لكن هي اسمها كنز دي في الجامعة، لكن هي اسمها كان. يبقى مان فات دام كان. حاولوا تقولوهم ورايا كده، إحنا لسه مش بنتعلمهم، دي مقدمة بس، يعني تابعوا معايا دلوقتي. قول معايا كلمة مان فات دام كان. يبقى حرف الايه كده بيتنطق اه. لكن هل حرف الايه ليه طرق تانية؟ قلنا في اربع طرق. لو شفنا الكلمة دي كول، كلنا عارفين ميزد كول، لما اقول لواحد يبقى اديني كول، او الاقي في الموبايل في كده ميزد كول، كول يعني مكالمة، او كول فعل بمعنى يونادي. هنلاحظ حاجة غريبة قوي، هنلاحظ ان حرف الايه هنا اتنطق او، الايه هنا اتنطق او مع انه مش حرف او، ده هو حرف ايه. لكن حرف الايه لما يجي وراه دبل ال يعني ال وال يتنطق حرف او، فالكلمة دي اسمها كول، كول. طب والكلمة دي بول، بول يعني كورة، عارفينها كلنا. في كلمة مول اللي احنا يعني بنروح نشتري منه حاجات، في كلمة طول يعني طويل. فدي كلها كلمات حرف الايه اتنطق كأنه او. لو عرفت القاعدة، قاعدة النطق بتاعتي، ان الايه اللي وراها دبل ال يتنطق او، فأي كلمة ايه وراها دبل ال هعرف انطق. زي لو شلت حرف السي كده ونطقت الكلمة دي اسمها اول، اول يعني كل، اول يعني كل، برضو ايه وراها دبل ال او وراها اتنين ال تتنطق او. ده النطق التاني لحرف الايه. لكن كمان في نطق الحرف الايه بننطقها كده اه، زي كلمة كار، كار يعني سيارة، كار. نطقنا الايه مش اه زي مان، ولا او زي كول، نطقنا هنا كار، كار. ال اللي وراها ار تملي تبقى ايه كده بس خارج معاها هوا، يعني بقول كار، فار. كار يعني سيارة، فار يعني بعيد، فار يعني بعيد، دي صفة معناها بعيد. النهاردة مش مركزين قوي على معاني الكلمات، لكن في الدروس الجاية هنلاقي كل كلمة بمعناها وهنحفظها مع بعض، وهديكوا فترة تنطقوها عشان تعلموا معايا النطق كويس قوي. النهاردة بفهمكم بس يعني ايه البرونانسيشن او قواعد النطق، واول حاجة فيها الحروف المتحركة. طب في نطق رابع لحرف الايه بيتنطق زي ما هو في الالفابيتك، في الحروف الابجدية، اسمه اي. حرف الايه بيتنطق كده في الاي بي سي، اسمه اي، اي. فنلاقي كلمة زي دي جيم، كلنا عارفينها جيم، الاي اللي وراها حرف بعدين وراها اي، بتتنطق ازاي؟ جيم، جيم. يبقى الايد الاخيره مش منطوقه، فالكلمه دي اسمها جيم. جيم يعني ايه؟ لعبه. لما اجي العب في الكمبيوتر لعبه فاسمها جيم، انزل جيمز من على النت. لما يقول لي جيم اوفر، الجيم اللعبه انتهت، جيم. في كمان جيت، جيت يعني بوابه، بوابه اللي هي الباب لمصنع او باب لمدرسه او باب لكليه، البوابه الكبيره دي اسمها جيت، اسمها جيت. يبقى حرف الايه لما يجي وراها حرف وبعدين حرف ايه، فالايه الاخيره ما تتنطقش، وحرف الايه تتنطق اي، تبقى الكلمه دي جيم، جيت. برضو نفس النطق دوت لما يكون عندي حرف الايه وراها واي، الكلمه دي اسمها واي، واي يعني طريق، واي، واي. وكلمه مشهوره قوي اسمها داي، داي يعني يوم، داي. اذا حرف الايه اتنطق باربع طرق.
مان حرف ايه، كول كأنه حرف او، كار كأنه حرف اه، واي كأنه حرف اي كده. ده حرف الايه ودي النطق. احنا ناخد يعني عايز اقول الاف الكلمات في خلال الكورس اللي ليها نفس النطق كده، فهنتعلمها بسهولة. لكن النهاردة انا بوريكم نماذج بس، والنماذج دي ليست للحفظ. يعني لو انت عايز تحفظ يبقى كتر خيرك، لكن الحلقة بتاعت النهاردة مش مقصود بيها ان انت تحفظ كلمات خالص. انت بس هتعرف ان حرف الايه ليه 4 طرق للنطق. ده اللي انا عايزه منك النهاردة، حرف الايه ليه 4 طرق للنطق. حرف الايه ليه برضو كذا طريقة. هناخد ايه وساعات هناخد دبل اي. فكلمة بيت، جت، نت، من، هن، كل دي كلمات برضو فيها حرف الاي. بقولها بسرعة، حرف الاي برضو ليه طرق للنطق. واي وين سوري وين ست. الطريقة ديت للاي مختلفة لو الاي جه وراها حرف جه حرف تاني اي. يعني الاي اللي ورا وراها اي تتنطق اي حقيقية، تتنطق تايم. فاين، تايم يعني وقت، فاين يعني كويس. لما حد يقول لي هاو ار يو اقول له I'm fine يعني انا كويس. لايك، لايك دي بنعملها كلنا في الفيسبوك، وعلى نفسي تعملوها معانا في الفيديو دوت. اول ما تشوفوا الفيديو وتخلصوا اعملوا لايك على الفيديو. لايك يعني يحب. بايك يعني دراجة او عجلة، بايك. هنلاحظ ان الاي ممكن تتنطق زي الكسرة وين ست، وممكن تتنطق اي حقيقية تايم فاين لايك بايك. دي برضو في طرق مختلفة للاي. حرف الاو ممكن يتنطق او زي كلمة جو، جو يعني يذهب. نوز كلنا عارفين نوز، نوز يعني مناخير، انف يعني. رود، لكن بصوا الدبل او هنا، الاو اللي هي جاية 2 او ورا بعض، توك لوك بوك فوت. فكأن الاو ممكن يبقى لها كذا طريقة للنطق، برضو هنتعلمها مع بعض. واخيرا حرف اليو، هنشوفه حرف اليو. قط يعني يقطع. نط سوداني. بط يعني كلمة لكن. لو خدتوا بالكو صن، حرف اليو هنا اتنطق اه كده، قط نط بط صن، كأنها بتنطق اه كده. لكن في كلمات اليو يجي وراها ايه، تتنطق كيوت ميوت، كيوت ميوت. اذا حرف اليو برضو ليه كذا طريقة للنطق. انا بس خدت مثال بالكامل لحرف الايه، لكن الاي والاي والاو واليو بوريكم بس ان فيه كذا طريقة، وهنتعلمهم كلهم من خلال كلمات. اقول تاني، احنا عندنا قلنا كده بناخد مع بعض قواعد النطق اللي هي البرونانسيشن. وقلنا برونانسيشن دي حاجة جديدة بنتعلمها في الكورس، مش بره مش بيدوها خالص تقريبا. واللي بياخد فيها كورسات متخصصة ده بيبقى خريج اداب انجليش او حد مستوى عالي في اللغة الانجليزية، فبيتعلم بقى يعني مهارات اللغة. عشان كده انا عايز اعلمكم مهارات اللغة من اول محاضرة نخش فيها في اللغة الانجليزية. قلنا قواعد النطق اللي احنا هناخدها هيبقى فيها الحروف المتحركة الفاولز، لكن كمان هناخد فيها تركيبات الحروف اللي هي الكومباينيشنز، تركيبات الحروف او كومباينيشنز اوف ليترز. هنشوفها مع بعض. هديكم أمثلة هنا، لكن الأمثلة ديت مش كل حاجة طبعا، لكن عايزكم تتعلموا اللي احنا هناخده بالظبط. هناخد شوية تركيبات اس اتش سي اتش بي اتش تي يو ار اي اس يو ار اي، في كمان تي اي او ان، في تي يو ار اي ال، في تركيبات كده الحروف مع بعض بتدي نطق مختلف. نشوف مع بعض كده أمثلة ليست الحفظ، ودي مش بداية الكورس، انا بس بوريكم الكورس هيبقى ماشي معانا ازاي. هنا الاس اتش بتتنطق زي في العربي زي حرف الشين، اس اتش اللي هي ش كده. فنشوف كلمة شوب، شوب يعني محل شوب. شارك، شارك يعني سمكة قرش شارك. خدتوا بالكم ما نطقتش اس و اتش مع، يعني نطقتهم حرف واحد، هو حرف ش كده. اعتقد دي من زمان مشهورة لكن برضو هناخدها بالتفصيل. كلمة شيب، شيب يعني شكل، شيب شيب. شي يعني هي من الضمائر، شي يعني هي. شاور، شاور
يعني دوش، لما حد يحب ياخد دوش او ياخد حمام شاور، يبقى حرف الاس، حرفين اس اتش مع بعض اتنطقوا نطق واحد اسمه ش، اللي هي حرف الشين بالعربي. طب السي اتش تركيبة تانية بتتنطق كأنها برضو حرف شين بس قبلها تي، يعني تشير، تشير يعني كرسي، تشير كرسي، تشيك يعني يتحقق من شيء، تشيك يعمل تشيك يعني، تشينج تشينج لو خدتوا بالكم بنطقها ازاي، السي اتش بتتنطق كده تشينج كأنها تش او تش كده، تش تشينج، تشوز تشوز يعني يختار، تشوز، وتشين تشينج هنا يعني تغيير او يغير، ريتش ريتش حتى في وسط الكلمات او في اخر الكلمات السي اتش بتنطق تش كده، ريتش ريتش يعني غني، ساندوتش كلنا عارفينها، ساندوتش اللي هو ساندوتش، دي كده تركيبة السي اتش بتتنطق تش او تشين لو حبينا نكتبها بالعربي. طب البي اتش تركيبة تانية بتتنطق كأنها حرف اف، بي اتش بتتنطق اف، ودي غريبة شوية يمكن من خلال المدارس عرفنا التركيبتين دولت، لكن البي اتش بتتنطق ف اف. فنشوف اول كلمة فوتو، فوتو فوتو يعني صورة، فوتو جاي منها فوتوغرافي اللي هو تصوير، فوتوغراف برضو يعني صورة، فارماسي، فارماسي يعني صيدلية، فارماسي فارماسي برضو هنلاحظ البي اتش بتتنطق اف. اليفانت، اليفانت يعني فيل، اليفانت اليفانت، فانت هنلاقي من اول هنا بي اتش اتنطقت فانت كده. وكلمة فون، فون فون يعني تليفون، فون برضو بي اتش اتنطقت اف. طب كده خدنا حرفين مع بعض، ممكن ناخد تركيبة اكتر من حرفين، وقلنا اللي قدامنا ده كله نماذج لكن في اكتر من كده بكتير، على مدى الكورس هنكون بناخد كل التركيبات اللغوية اللي هي تركيبات الحروف مع بعض. تي يو ار اي، تي يو ار اي بتنطق مع بعض نطق واحد اسمه تشر، اسمه تشر. فالكلمة الأولى اسمها بيكتشر، بيكتشر بيكتشر يعني صورة، بيكتشر خدنا بالنا ما قلناش النطق حرف 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 لكن قلناها على بعضها تشر، فبقت الكلمة اسمها بيكتشر، بيكتشر. طب الكلمة بيكتشر يعني صورة. الكلمة التانية اسمها كالتشر، كالتشر يعني ثقافة، كالتشر. الكلمة اللي تحت اسمها فيوتشر، لو خدتوا بالكم فيو ده مقطع وبعد كده المقطع بتاعنا اللي بنقراه دلوقتي اسمه تشر، فالكلمة فيوتشر، فيوتشر يعني مستقبل، نيتشر يعني طبيعة، نيتشر الكلمة الأخيرة نيتشر. يبقى عرفنا تي يو ار ان، سوري تي يو ار اي بتتنطق تشر. طب بدل الحرف التي لو حطينا حرف اس بقى مقطع تاني مختلف، اس يو ار اي، فالمقطع ده اسمه جر، جر مش تشر زي اللي فات، لا هنا جر. فالنهاية الكلمة دي اسمها ميجر، ميجر 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 يعني مقياس او قياس، ميجر. بليجر، بليجر اللي ياخد باله من كلمة بليجر، بليجر بليجر يعني سرور، بليجر اتس ا بليجر، لما نقول لواحد اتس ا بليجر يعني من دواعي سروري يعني، ليجر لما نقول ليجر تايم يعني وقت الفراغ، ليجر ناخد بالنا ليجر ليجر. يبقى كده اس يو ار اي بتتنطق جر. هل دي كل التركيبات؟ طبعا لا، في تركيبات كتيرة قوي، لكن النهارده لأننا بنشوف مع بعض يعني إيه تركيبات الحروف فبديكوا أمثلة، لكن حتى التركيبات اللي مكتوبة هنا هناخدها واحدة واحدة في خلال الكورس، في خلال المحاضرات. محاضرة النهاردة مقدمة، لكن المرة الجاية هتبقى المحاضرة الأولى في الكورس، وهناخد بقى بالتفصيل وبالراحة أكتر من كده، لأن كده أنا بوريكم الكورس كله. تالت حاجة جوه قواعد النطق، معلش أنا بطول شوية في قواعد النطق لأنها حاجة جديدة علينا ما كناش بناخدها كتير في الكورسات، واللي جرب كذا كورس مش هيبقى فيه حاجة اسمها برونانسيشن خالص خدها قبل كده، فأنا بفهمكم هنعمل فيها ايه في خلال الكورس كله. لكن كمان في الحروف السايلنت، الحروف التي لا تقرأ. هل في الإنجليزية حروف لا تقرأ؟ طبعا
في اللغة العربية ما عندناش الخاصية دي خالص، عشان كده كل حرف في اللغة العربية هو حرف مقروء، لكن في اللغة الإنجليزية مختلفة. وفي لغات كتير بلاقي حروف سايلنت، حروف سايلنت يعني سايلنت حروف صامتة أو حروف لا تقرأ. نشوف أمثلة مع بعض. الكي اللي وراها إن، ألاقي حرف الإن يتنطق، الكي لأ. البي اللي وراها إس، ألاقي حرف الإس يتنطق، البي لأ. الجي إتش كلها ما بتتنطقش، جي إتش في معظم الحالات بتاعتها الجي إتش كلها ما بتتنطقش، يعني ممكن نقول جي إتش ما بتتنطقش. نقولها مع بعض كده، جي إتش ما بتتنطقش. لكن كمان في تركيبة ال ام برضو، ال ال ما بتتنطقش وال ام بس هي اللي بتتنطق. دبليو ار، ال دبليو ما بتتنطقش، ال ار تتنطق. يبقى الحروف السايلنت تملي، الاقي حرفين ورا بعض فلاقي حرف الاولاني ما بتتنطقش التاني يتنطق. نشوف مع بعض كده امثلة. كي ان، كي ان الكلمة الاولانية دي اسمها نو. نو يعني يعرف. لما حد يقول لي انت عارف اقول له اي دونت نو، يعني انا مش عارف. اي نو، انا عارف. يبقى نو ديت بمعنى يعرف. الكي الاولانيه سايلنت، يبقى الكي لما يجي وراها ان تبقى سايلنت، سايلنت يعني لا تنطق. فلاقي الكي مكتوبه ومش مقروءه. طب اللي الكلمه اللي تحت ديت اسمها ني، ني ني. طب الكي فين؟ الكي قلنا انها تبقى حرف سايلنت أو حرف لا يقرأ. طب حاولوا معايا كده اقروا الكلمة دي كده. برافو عليكم، صح كده. برضو انتوا لغيتوا الكي ديت وقلتوا نوك، نوك يعني يخبط كده، دقة كده يخبط، نوك. طيب الكلمة الأخيرة برضو نحاول نقراها. لو مش عارفين نقرأ الأي هتبقى صعبة. فحرف الكي سايلنت، الكلمة دي اسمها نايف، نايف يعني سكينة، نايف يعني سكينة. طبعا نستعملها في المطبخ بس. يبقى نايف يعني ايه؟ سكينة. اوكي. هنخش في اللي بعد كده. قلنا بي اس، قلنا حرف البي مش بتقري، فالاس بس هي اللي بتتقري. فنشوف اول كلمة صعبة شوية علينا، لكن الكلمة دي اسمها سايكولوجي. سمعنا قبل كده عن سايكولوجي؟ سايكولوجي اللي هو علم النفس، سايكولوجي. الكلمة التانية دي اسمها سم، دي غريبة شوية. البي ما بتتنتقش والال ما بتتنطقش، فهنلاقي القاعده دي موجوده هنا، اللي هي ال اللي وراها ام، ال ال ما تتنطقش والام بس هي اللي تتنطق. فالكلمه دي اسمها صم، صم يعني مزمور. في الكتاب المقدس في حاجه اسمها المزامير، فصم يعني مزمور. الكلمه اللي بعد كده اسمها السايكو، سايكو يعني مريض نفسي او اي حاجه نفسيه مرتبطه بعلم النفس اسمها السايكو. فدي كلمات البي وراها اس مش بننطق البي. طيب هنا قلنا الجي اتش التركيبة الثالثة. طبعا دي أمثلة برضو للتركيبات، لكن عندنا تركيبات كتير قوي حروف سايلنت ما بتتنطقش. بس خلينا بندي أمثلة النهاردة بس بسيطة. جي اتش، قلنا جي اتش ما بتتنطقش. الكلمة دي اسمها ايه على بعضها؟ نايت. نايت يعني مساء، يعني ليل. يعني نقول لواحد جود نايت، يعني تصبح على خير بالليل كده. نايت، ميد نايت يعني منتصف الليل، نايت يعني الليل. لايت، لايت يعني ضوء، لايت. ناخد بالنا جي اتش على بعضهم، يعني قريت حرف ال ان والاي والتي، تحت قريت ال ال والاي والتي. لايت، لايت يعني ضوء. برايت، فايت، يهمني النطق دلوقتي. برايت، فايت، كل الكلمات ديت جي اتش ما بتتنطقش. كلمة صالم اللي احنا صام اللي احنا قلنا هنا موجودة هنا، لأن ال ال اللي وراها ام ألاقي ال ال ما تتنطقش، فالكلمة دي يبقى اسمها صام. طب كلمة كام ديت احنا بنقولها كالم، حتى في المدارس بيقولوا لنا كالم، كالم يعني يهدأ. أو لما أقول لواحد كالم داون، كالم داون يعني اهدأ. أو أقول بيكام، هي احنا بنقولها بيكالم لكن هي كام، النطق بتاعها كام. طب وهنا الكلمة الأخيرة بام، بام يعني نخلة، بام تري برضو بنقولها في المدارس للأسف، بام تري. خلينا نقولها مع بعض، بام تري. أوكي. التركيبة الأخيرة هنا في الأمثلة اللي احنا واخدينها ال W اللي وراها R. كلنا من زمان عارفين كلمة رايت يعني يكتب، رايت يعني يكتب.
ما نطقناش ال W فبقت الكلمة right. طب الكلمة التانية rest، rest اللي هي راحة اليد، الإيد بيبقى الإيد اسمها hand، لكن راحة اليد اللي هي الريست بتاع الإيد اسمه rest. rest يعني راحة اليد. ring rap، طبعا قصد ان مش كل كلمات تترجم، لان مش الهدف من النهارده ان احنا نكتب معاني كلمات، الهدف ان احنا نعرف يعني ايه قواعد النطق. اللي قلنا عليها قواعد النطق بتتكون من 3 حاجات. قواعد النطق بتتكون من الحروف المتحركة، هناخدها مع بعض، يعني نطق الحروف المتحركة، نطق تركيبات الحروف، نطق الحروف التي لا تقرأ، أو معرفة الحروف التي لا تقرأ. يبقى ال3 حاجات دولت، وأنا طولت فيها شوية، اللي هي قواعد النطق اللي قلت أنا ضايفها في الكورس، اللي مش موجودة بره، لكن مهمة جدا 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 جدا. في كل حلقة، في كل يونت، هيكون عندنا قواعد نطق، فأرجوكم اتعلموها عشان تعرفوا تقروا إنجليزي، عشان بعد كده تساعدنا في الريدنج، تساعدنا في الرايتنج، وتساعدنا في السبيكينج في الفروع اللي جاية بعد كده. خلينا ناخد الحاجة التانية في الكورس بتاعنا، أو المحتوى التاني للكورس، اللي هو التحدث، السبيكينج. وعايز أقول لكم إنك لو رحت خدت بعضك كده ورحت لغاية الأهرامات، هتلاقي ناس هناك أجانب، وهتلاقي ناس مصريين معاهم خيل أو عربيات كاريتا كده، وتلاقيه بيكلم إنجليزي. الراجل ممكن يبقى بجلابية خالص، ما اتعلمش في حياته لغة، لكن بيكلم إنجليزي. ده حصل إزاي إن هو بيكلم إنجليش وهو مش عارف حاجة عن اللغة خالص؟ أقول لكم، الراجل ده في يوم من الأيام راح كده واخد حصان، والحصان ده بيأجره وهيكسب من وراه، ولأنه بيتعامل مع أجانب فبيكسب كويس قوي. فابتدى أول ما واحد شافه صبح بدري من الساعة 6 الصبح، لقى واحد أجنبي. الأجنبي أول ما جه قال له إيه؟ جود مورنينج. فهو ما عرفش يرد، فالراجل قال له جود مورنينج. قام كل اللي عمله إن هو قال نفس الكلمة، قال له مورنينج كده. فلقى الراجل بيتكلم معايا واتكلم شوية، ما فهمش حاجة أكتر من إنه تمن اللفة بكام بكذا. بعد شوية هو لقى واحد أجنبي تاني، قام خد الحصان بتاعه وراح له. فإيه؟ فقابل الأجنبي تاني، قام قال له إيه؟ هو الراجل نفسه صاحب الحصان دوت اللي مش متعلم خالص، قال للأجنبي جود مورنينج. فلقى الأجنبي التاني بيقول له جود مورنينج، ففهم إن إيه؟ دي تحية. لغاية الساعة 12 واحدة الظهر كده، جال واحد أجنبي، فالراجل كسب من الحصان كتير، فابتدى راح للأجنبي، قام قال له إيه؟ جود مورنينج. فبص الأجنبي كده، لا باصص له بشكل غريب قوي، وبص في الساعة، وقام قال له إيه؟ جود افترنون. ففهم بقى إن جود مورنينج مش نافعة الساعة واحدة، فابتدى يقول له جود افترنون. شوية ابتدى يعرف إن في تحية تانية بتتقال بعد الظهر. لما الساعة بقى جت 5 6 كده، الدنيا ابتدت تليل، فلقى الناس بتقول له جود ايفنينج، فعارف إن في تحيات. تاني يوم، تالت يوم، بقى يسمع اللي يقوله يكرره، ابتدى يتعلم اللغة، بقى يتعلمها باللكنة بتاعت الأجانب، مش تعليم مدرسي مصري. عشان كده احنا مع بعض في السبيكينج هنتعلم بطريقة الأهرامات والأقصر والأجانب. هنتعلم ازاي؟ هناخد مع بعض مواقف، وهناخد مردات، وهناخد كمان محادثات. لكن في المواقف والمردات والمحادثات مش هنكتب الكلمة ونقراها حرف حرف زي ما هنعمل في فرع تاني، لكن في التحدث ده بالذات هقولك الأجنبي بيقولك كذا، قول زيه، وهديك أجانب كمان بتتكلم وهتقول زيها، فهتلاقي نفسك بتقلد من غير ما تقرأ، من غير ما تتلبخ بتركيبات الحروف ورا بعض. في السبيكينج أو التحدث هنتكلم زي الأجانب، وهناخد المواقف حتى مش بترجمتها الحرفية. يعني مثلا لما حد يجي يقول لي Can I help you sir؟ هي ساعات بيبقى معناها هل أستطيع مساعدتك يا سيدي؟ لا، هنقولها ساعتها أي خدمة يا بيه، زي ما بنقولها في مصر هنا. أبقى واقف عند محل هدوم كده، فالراجل يقول لي إيه؟ أي خدمة يا باشا؟ كلمة أي خدمة يا باشا هما عندهم بيقولوها Can I help you sir؟ فإحنا هنتعلم الكلام بدون ترجمته الحرفية، هنتعلم بلغتنا. لو عايز أقول لواحد أي خدمة أقولها له إزاي؟ هناخد مع بعض مواقف، situations، مواقف يعني إيه؟ لو رحت عند دكتور هيسألني سؤال هرد عليه، يبقى دي مواقف صغيرة. هناخد كمان مردات، يعني مثلا لو أنا عايز أقول لواحد شكرا هقولها له إزاي؟ في 7 8 طرق أقول بيها شكرا، من ضمنها مثلا أقول لواحد thank you، ممكن أقول له thank you very much، ممكن أقول له thank you so much، ممكن أقول له thanks a lot.
حاجات كتير قوي ممكن اقول له بيها شكرا. فاحنا ناخد ازاي اقول شكرا، وازاي اقول العفو. العفو ممكن اقول له يور ويلكم، ممكن اقول له يور موست ويلكم، ممكن اقول له نوت ات اول، دونت منشن ات. كل دي مردات هناخدها في المواقف المختلفه. لكن في الاخر هناخد محادثات كمان، مش في الاخر يعني، مع المحاضرات محاضره بمحاضره هناخد دايلوجز. والمحاضرات ديت المحادثات دي هتعلمنا كل المواقف وكل المحادثات اللي هتمر في حياتنا لو احنا بنتعامل في التعامل العادي. يبقى ده الفرع التاني اسمه speaking. بسرعة كده مع بعض، الفرع التالت اسمه reading او القراية. القراية هناخد مع بعض جمل تتحفظ، هناخد جمل هقراها وهتقروها ورايا كذا مرة لغاية ما نتعلم قراية الجمل، وتاخد الجملة كاملة تحفظها، تاخد الجملة كلها على بعضها كده تحفظها. وبقدر الجمل اللي هتحفظها هتلاقي نفسك قادر تتعامل بالانجليش بطريقة سهلة جدا جدا جدا. هناخد كمان قطعة يعني اللي كنا بناخدها في المدارس اسمها comprehension، هناخدها passage كده، والقطعة ديت نفهمها مع بعض ونقراها ونتعلم القراية بيها ونحل الأسئلة اللي عليها، فبالتالي نبقى اتعلمنا القراية مع بعض. لكن في الآخر هنبتدي نجيب جرايد ومجلات، magazines and journals، ونبتدي نتعلم ازاي امسك جورنال واقراه، ازاي امسك مجلة اقراها. الفرع اللي بعد كده اسمه الرايتنج، الكتابة. هل ده هتعلم الكتابة؟ اه، احنا هنتعلم مع بعض ازاي اكتب. فانا هديكم مثلا في مرة قولوا لي الكلمات اللي موجودة في البيت، اكتب بايدك كل حاجة تعرفها في شقتك. مثلا لو عرفت لامب، فان، مروحة، لو عرفت مثلا ديسك، مكتب، عرفت فريدج، عرفت دور، باب، عرفت اي حاجة في البيت اكتبها، اكتب اكتب بايدك. لكن كمان هنكتب جمل، هقول لك مثلا في مرة اكتب الروتين اليومي بتاعك، بتصحى الساعة كام وبتعمل ايه وبتروح فين وبتيجي امتى وبتاكل ازاي كل فهتكتب جمل عن نفسك. يعني ده كله هيبقى من خلال مشاريع بروجيكتس هناخدها، هتبقى واجبات هتعملوها وهتتابعونا في القناة وهتكتبوا في تعليقاتكم، وهنشوف مدى تقدمكم. مشاريع او بروجيكتس هنكون بناخدها للكتابة، اكتب بايدك، اكتب بايدك، اتعلم تكتب، تعبر عن افكارك، تعبر عن حاجتك. هقول لك اكتب قصة، اكتب موضوع عن البوليوشن، التلوث، اكتب موضوع عن البوليسي، السياسة، تكتب على قد بس دوت هناخدها تدريجية على قد ما هنتعلم، على قد ما هطلب منكم طلبات تكتبوها في البيت. ده اسمه رايتنج. بعد كده هناخد بعد كده جرامر. جرامر كلنا عارفينه من المدارس، واللي مش عارف جرامر، جرامر هي القواعد النحوية اللي بيها نقدر نبني جملة سليمة. هناخد حاجة اسمها تنسز، أزمنة، نشوف أنا بتكلم في الماضي، في المضارع التام، في المضارع البسيط، في المستقبل. يبقى ديت الجرامر. هناخد مع بعض تركيبات الصفات مثلا، يعني ازاي اوصف حد، فالجمع ازاي اجمع الكلمات. فالجرامر هتبقى مساعد جدا جدا وانا بتكلم، بس مش هنخليها بالاسلوب الغلس. يعني اوعدكم ان الجرامر هتبقى حاجة مميزة اوي في الكورس، مش هتبقى زي ما انت اتعقدت من جرامر قبل كده. خليك معانا وانت هتلاقي نفسك بتتشفي او بتاخد يعني الكورس الانجليش بطرق جديدة خالص ما خدتهاش قبل كده. عندنا في الاخر حاجة اسمها قاموس، او قبل الاخير يعني ديكشنري. زي ما اتفقنا ان في كل لغة ليها قاموس، احنا هناخد مع بعض شوية كلمات كده مع بعض في كل مرة، كلمات من القاموس، لكن هناخدها يا اما بترتيب ابجدي الفابيتك، ترتيب ابجدي. يعني مثلا ممكن ناخد في مرة خمس ست كلمات من حرف الواي، او خمس ست كلمات من حرف ال، يبقى هناخد ترتيب ابجدي. او هناخد حاجة اسمها word families. word families يعني عائلة الكلمات. يعني مثلا ناخد حاجات مثلا عن الشجر، فناخد معنى كلمة شجرة، ومعنى كلمة فرع، ومعنى كلمة جذر، معنى كلمة ثمر. فنبقى واخدين عيلة من الكلمات كده، وناخدها في كل مرة نحاول نحفظها. وآخر حاجة هتبقى معانا هتبقى الميديا. والميديا ديت هتبقى الوسائط، هنشغل أفلام فيديو، أغاني فيديو، هنشغل مع بعض حاجات من ناس أجانب عاملينها، كورسات للناس أجانب، هنشغل أجزاء منها وهنشرحها مع بعض. وده كده هيبقى الايه، الميديا. احنا هنعلمكم الانجليش اونلاين يعني على الكمبيوتر. حاول يبقى عندك جهاز كمبيوتر كويس تشوف من خلاله الفيديوهات،
تابع معانا يوم بيوم، خليك سبسكرايبر للقناة بتاعتنا عشان في كل مرة ينزل فيديو نشارك بيه ونقول لك ان في فيديو، يعني اليوتيوب بيقول لك ان في فيديو نزل في قناة ايهاب روماني التعليمية، فبالتالي تبقى متابع معانا. يا ريت نركز. ناس كتير هي وبتعلم انجليزي بيقول لك ما تبذلش مجهود، ما تجيبش ورقة وقلم. انا اشجعك، هات كشكول خاص للكورس، هات كشكول وهات قلم كده. لو انت بقالك كتير مش بتدرس ما تقلقش، الموضوع مش هيبقى صعب. لو انت بقالك وقت سايبة الدراسة ما تخافيش خالص، لكن جاهز معانا يا اما اجندة او كشكول كويس كده وقلم ومسطرة لو عايز، الوان قلم فسفوري كده بحيث ان كل كلمة جديدة حاجة عايز تحط تحتها ملاحظة اعملها، وذاكر، اعتبر نفسك بتذاكر. احنا هناخد في كل مرة تقريبا ربع ساعة، هيبقى في كل محاضرة كده تقريبا ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير. الوقت دوت اتعلمه واكتب اللي انت اتعلمته منه، وهنعلمك تكتب وتقرأ وتتكلم وتنطق وتتعامل. أفضل إن لو في أكتر من حد يتعلموا مع بعض، يعني لو في زوج وزوجة أو في إخوات أو في أصدقاء، تابعوا القناة سوا واتدربوا مع بعض اللي انتوا بتاخدوه في القناة معانا. هيبقى في حاجات فيها ديالوجز، محادثات، في المحادثات ديت طبقوها سوا انتوا الاتنين، خدوا اكتبوا المحادثة اللي موجودة وابتدوا تكلموا بعض بيها، وهقول لكم في كل مرة ممكن نعملها ازاي، يعني انت والبارتنر بتاعك او انت والشريك بتاعك في التعلم تعملوها سوا. تابعونا على القناة، اكتبوا تعليقاتكم، يعني من اول محاضرة اكتبوا تعليقاتكم، هنقرأ كل حاجة انتوا كتبتوها، هنتواصل معاكم، هتلاقوا ردود يومية، وهنشوف وصلتوا لحد فين في المستوى بتاعكم. طبعا اشكركم، يمكن النهارده بس طولت عليكم شوية، لكن الفيديوهات بعد كده هتبقى مركزة. كنت حابب النهارده اعمل لكم عرض كده لكل الكورس بتاعنا، تقريبا السبع حاجات الأساسية: قواعد النطق والتحدث والقراءة والكتابة والقواعد النحوية والقاموس والوسائط. حبيت ان انا تشوفوها كلها، كل الحاجات دي هناخدها في كل يونت، يعني على مدى 3 حلقات هتاخدوا السبع حاجات دي. اشكركم لحسن استماعكم ومشاهدتكم وتركيزكم، واتمنى الكورس ده يبقى مفيد جدا جدا جدا، من غير ما تدفع اي فلوس، من غير ما ترهق بالوقت، وانت قاعد في بيتك على الموبايل او على الكمبيوتر استمع وشاهد المحاضرة وتفاعل معاها واكتب تعليقاتك. شكرا، إلى اللقاء، إلى اللقاء في الحلقة الأولى من الكورس المتميز لتعليم اللغة الإنجليزية. معكم مهندس عادل روماني.